شرف اليوم بالحضور الى العقد اجتماع اول جلسه في نادي شويكي في محافظه طولكرم. هذه المحافظه العريقه، هذا النادي المحترم، هذا النادي العريق. احنا كاتحاد سننطلق من مدينه الشهداء، مدينه طولكرم، محافظه طولكرم، واحنا سعداء جدا انه احنا نشارك كل الأخوة في مجلس إدارة نادي، وإحنا في نادي شويكي نشكرهم على هذا الاستضافة وعلى هذا اللقاء وإنهم استضافونا، ونشكر الأستاذ بهاء اللي تم تنسيق بهذه الجلسة مع النادي لننطلق من نادي محافظة طولكرم وخاصة نادي شويكي. وهذا طبعا هذا أمر رائع جدا، وإن شاء الله بتكون فاتحة خير لنشر كرة الطاولة الفلسطينية في جميع محافظات محافظة أندية محافظة طولكرم. نرحب بالضيوف الكرام أخوتنا وزملائي في مجلس اتحاد الطاولة، أهلا وسهلا فيهم في نادي شويكي الرياضي، وشكرا لهم لاختيارهم نادي شويكي لعقد الجلسة الأولى والافتتاحية للمجلس الجديد، وإن شاء الله راح تكون هناك علاقة ودية تعاونية لما فيه مصلحة لكرة الطاولة على مستوى نادي شويكي ومستوى المحافظة. أهلا وسهلا فيهم، وهذا شرف كبير وجودهم عندنا وفي نادينا نادي شويكي الرياضي. كما نشكر الفجر الجديد على اهتمامه ومتابعته لكل القضايا وتحديدا القضايا الرياضية على مستوى المحافظة.